وبركاته. نستكمل بمشيئة الله اليوم محاضرتنا التي كان موضوعها نظرية المباريات. أشرنا في المحاضرة السابقة أن المباريات تعكس بيئة التنافس الموجودة في بيئة الأعمال. فعندما يتخذ مدير التسويق بإحدى المنشآت أو المنظمات قرارا على سبيل المثال بتخفيض السعر، فإنه يربط هذا التصرف بقرار مدير التسويق الموجود في المنظمة المنافسة. هذا القرار قد يمثل لأحدهما مكسب، بينما يمثل الآخر خسارة. يعني عوائد هذا القرار قد تمثل لطرف مكسب وقد تمثل لطرف خسارة. أشر أن القيم الموجبة في الصف تمثل مكسبا للمتنافس المتواجد في الصف، بينما القيم الموجبة في العمود تمثل خسائر للمتنافس الموجود في العمود، والعكس القيم السالبة الموجودة في الصف تمثل خسارة لمتنافس الصف، بينما تمثل مكسبا لمتنافس العمود. كل طرف يسعى إلى تعظيم مكاسبه، ولكن المباراة دائما لصالح شخص. طب الطرف الذي يخسر المباراة فإنه لن يكسب المباراة، لكنه يسعى إلى أن يقلل هذه الخسائر. وكما نرى الفرق في المباريات الرياضية، الشخص الذي لا يستطيع أن يكسب المباراة يحاول أن يقلل هزيمته. وكان لدينا بعض التطبيقات التي كلفنا بحلها يعني لنرى مدى استيعابنا لهذه المحاضرة. هنا تطبيق نحاول به قياس مدى استيعابنا للمحاضرة السابقة. كان تطبيق لدينا متنافسان، متنافس سين ولديه ثلاث استراتيجيات 1 2 3، متنافس صاد ولديه استراتيجيتان 4 أو 5. الأرقام الواردة داخل المصفوفة هي عوائد تبني هذه الاستراتيجية. إذا تبنى المتنافس سين الاستراتيجية 1، فبالتالي هنربط تصرفه كما أشرنا بتصرف المتنافس صاد. متنافس صاد سيرد على استراتيجية 1 بتبني استراتيجية 4. هذا التصرف للمتنافسين عائده بالنسبة للمتنافس سين موجب، إذن هو مكسب بالنسبة له، بينما موجب للعمود يمثل خسارة بالنسبة للمتنافس صاد. حتى إذا ما تبنى المتنافس صاد الاستراتيجية 5 للرد على الاستراتيجية 1، فإنه أيضا ستؤدي إلى مكسب للصف وخسارة للعمود، بينما الاستراتيجية 2 تمثل خسارة لمتنافس سين لكنها مكسب للمتنافس صاد، وهكذا بالنسبة لاستراتيجية 5 للرد على استراتيجية 2 التي قد يتبناها المتنافس سين. وفقا لهذه الأرقام فإن المتنافس سين لن يقبل أو يتبنى الاستراتيجية الثانية أو الثالثة بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن القيم الواردة أو العوائد المتوقعة سالبة، إذن تمثل بالنسبة له خسارة، فالاستراتيجية الأفضل بالنسبة له هي الاستراتيجية الأولى. أولى خطوات أي تمرين خاص بالمباريات لابد أن نبحث عن نقطة التلاقي. كيف نجد نقطة التلاقي؟ أن نحدد أقل رقم في كل صف وأكبر رقم في كل عمود. الصف الأول أقل رقم 1، الصف الثاني أقل رقم 4، الصف الثالث أقل رقم 5. ننتقل إلى الأعمدة. أكبر رقم في العمود الأول 2، في العمود الثاني 1. إذن رقم 1 تكرر، إذن لدينا نقطة تلاقي وهي 1، وهي التي تمثل قيمة المباراة. عندما نصل إلى نقطة التلاقي في هذه الحالة نكون قد وصلنا إلى قيمة المباراة. قيمة المباراة تساوي نقطة التلاقي التي توصلنا إليها. طيب ما نتيجة هذه المباراة؟ للإجابة بمنتهى السهولة عن هذا السؤال نبحث عن قيمة النتيجة. بمعنى هل القيمة
موجبة أم سالبة. إذا كانت القيمة موجبة فهي لصالح الصف، أما إذا كانت القيمة سالبة فهي لصالح العمود. ننتقل إلى التطبيق الثاني، الرقم. نبحث بداية حل أي مباراة، دائما ما نتذكر بداية حل أي مباراة أن نبحث عن نقطة التلاقي، لأن كما سنرى معا هناك نوع آخر من المباريات يحل بطريقة أخرى. فبداية لكي نختار طريقة الحل لابد أن نبحث عن نقطة التلاقي. نقطة التلاقي هي بداية أقل رقم في الصف وأكبر رقم في العمود. إذا حاولنا أن نسترجع معا ونفهم الأرقام الواردة في المصفوفة، يعني هناك متنافسين في الصف والمتنافسات في الأعمدة، لدى كل منهما ثلاث استراتيجيات. يعني متنافسين لديه استراتيجية واحد اللي هي الصف الأول، واثنين الصف الثاني، وثلاثة الصف الثالث. صاد لديه ثلاث استراتيجيات أيضا، الاستراتيجية الأولى العمود الأول، والثانية العمود الثاني، الثالثة العمود الثالث. يعني معنى الأرقام الواردة داخل المصفوف أن المتنافسين إذا ما تبنى الاستراتيجية رقم واحد فإن العائد يمثل له الرقم الموجود، مثلا الأرقام الواردة في الصف الأول. طبعا اتفقنا أن المتنافس صاد سيتخذ هو يعني سيتبنى استراتيجية للرد على المتنافس سين. نفترض أن المتنافس سين الاستراتيجية الأولى اللي في الصف الأول كانت بالنسبة له تخفيض السعر سيؤدي إلى جذب مزيد من العملاء، وبالتالي سيحقق عوائد من هذه الاستراتيجية، إن هو طبعا مثلا إنه بالنسبة له قيم موجبة فإذا هي مكسب. المتنافس صاد بما أنه ينافس سين فإنه أيضا سيتخذ قرارا هو الآخر حتى لا يترك له حلبة المنافسة. فإذا ما تبنى الاستراتيجية الأولى اللي هي مثلا العمود الأول قد يؤدي أيضا بالنسبة له إلى أن يخفض السعر، فبالنسبة له هتمثل الأرقام الموجبة ستمثل بالنسبة له خسارة، والأرقام السالبة تمثل مكسب. يعني إذا ما استخدم أو تبنى استراتيجية واحد، لا خلينا نقول استراتيجية ثلاثة، فسيؤدي ذلك إلى تحقيق خسارة بالنسبة له. فبالتالي دور المتنافس، كل من المتنافسين إذا لم يستطع أن يحقق مكسب فيحاول أن يقلل الخسائر. فبداية الحل أن نبحث عن نقطة التلاقي، أقل رقم في الصف وأكبر رقم في العمود. لو احنا نظرنا مرة أخرى، أقل رقم في الصف الأول 2، أقل رقم في الصف الثاني -10، أقل رقم في الصف الثالث -4. ننتقل إلى الأعمدة، أكبر رقم في الصف في العمود الأول 2، أكبر رقم في العمود الثاني 14، أكبر رقم في العمود الثالث 14. إذن الرقم الذي يتكرر صف وعمود هو رقم 2، يتكرر في الصف الأول وفي العمود الثاني. إذن نقطة التلاقي هي 2، وبالتالي فإن قيمة المباراة 2. طب المباراة لصالح من؟ إذن المباراة الإشارة موجبة فهي لصالح متنافس الصفوف، فهي تمثل مكسبا للصف وخسارة بالنسبة للعمود. يعني إذا معناها عندما يتبنى المتنافسين الاستراتيجية واحد، وكان رد المتنافس صاد أنه رد باستراتيجية أخرى اللي هي مثلا استراتيجية 4، ونفترض يعني سين عنده استراتيجية 1 2 3 وصاد عنده 3 4 5 6، فإن إذا تبنى المتنافس سين الاستراتيجية 1 وتبنى المتنافس صاد الاستراتيجية 4 فهي ستؤدي إلى مكسب سين وخسارة صاد. يعني المسميات الخاصة بالاستراتيجيات يعني ممكن هنذكرها في تطبيقات أخرى، ولكن يعني
يعني استراتيجية واحد أو اتنين أو تلاتة، أي استراتيجيات يعني ممكن تكون مثلا زيادة السعر، زيادة الجودة، عروض ترويجية. ف بصرف النظر عن ما هي اسم الاستراتيجية، ولكن ما يهمنا ان رقم الاستراتيجية كذا واحد مع استراتيجية مثلا سين، احنا بنعدد استراتيجياته ولم نذكر ما نوع الاستراتيجية، ولكن في تمارين اخرى ان شاء الله سنذكر ما هي الايه ما هي الاستراتيجية ما هي الاستراتيجيات يعني ونحددها. اذا نراجع مرة اخرى ان الارقام الواردة داخل المصفوفة هي عوائد الاستراتيجيات التي يتبناها المتنافسين داخل المباراة. عندما يتبنى يعني مثلا لو اتفقنا اي متنافس لن يترك الفرصة لمتنافس اخر، دائما يربط كل طرف يفكر في الطرف الاخر، اذا ما تبنى الطرف استراتيجية فلابد ان يرد عليه الطرف الاخر باستراتيجية اخرى. هذه الاستراتيجية يعني هذا قد يكون تبني كل منهم استراتيجية قد يكون لصالح المتنافس ولكنها ضد متنافس آخر، ولكن لابد له أن يلعب المباراة، أن يلعب المباراة لأنه لن يخرج من السوق. لابد أنه إذا لم يستطع المكسب فعليه أن يقلل الخسارة. المصفوفة التي أمامنا تتضمن استراتيجيات كثيرة، أربعة للمتنافس الموجود في الصف وخمسة للمتنافس الموجود في العمود. يعني سين في الصف لديه أربع استراتيجيات، وصاد في العمود لديه خمس استراتيجيات. فوضعنا دائرة لحل هذه المباراة. اتفقنا إن احنا ندور عن نقطة تلاقي. أولى خطوات حل المباراة أن نبحث عن نقطة تلاقي. لماذا نقوم بذلك؟ لأنه إذا لم نجد نقطة تلاقي لدينا استراتيجيات أخرى للحل. بداية الحل أن نبحث عن نقطة تلاقي. نقطة تلاقي عبارة عن أقل قيمة في الصف وأكبر قيمة في العمود، والرقم الذي يتكرر في الصف أو في العمود عند تحديد أقل القيم في الصفوف وأكبر القيم في الأعمدة، فيعني ذلك أن هذا الرقم هو نقطة التلاقي وهو يمثل قيمة المباراة. التمرين الذي أمامنا وضعنا دائرة على القيمة الأقل في كل صف. في الصف الأول القيمة الأقل 0، في الصف الثاني القيمة الأقل 8، في الصف الثالث القيمة الأقل 4، في الصف الرابع القيمة الأقل 5. المربع وضعنا مربع على الرقم الأكبر في العمود. في العمود الأول الرقم الأكبر 8، في العمود الثاني الرقم الأكبر أسفة في العمود الأول الرقم الأكبر 18، في العمود الثاني الرقم الأكبر 12، في العمود الثالث 8، في العمود الرابع 16، في العمود الخامس 16. الرقم الذي تكرر وضعنا حوله دائرة ومربع في نفس الوقت. يبقى الرقم الذي تكرر وضعنا حوله دائرة ومربع في نفس الوقت، إذا هو هذا الرقم يمثل نقطة التلاقي. أقل رقم في الصف الأول 0، وضعناه داخل دائرة. أقل رقم في الصف الثاني 8، وضعناه داخل دائرة. أقل رقم في الصف الثالث 4، وضعناه داخل دائرة. أقل رقم في الصف الرابع 2، وضعناه داخل دائرة. ننتقل إلى الأعمدة. أكبر رقم في العمود الأول 18، أكبر رقم في العمود الثاني 12، أكبر رقم في العمود الثالث 8، و يعني هذا الرقم يقع ضمن داخل دائرة ومربع، لأنه عندما كنا نحدد أقل رقم في الصف كان هو أقل رقم في الصف الثاني ووضعناه داخل دائرة، عندما بحثنا عن أكبر رقم في العمود كان هو أكبر رقم في العمود الثالث فوضعناه داخل مربع. إذن هو تكرر في الصف كأقل رقم وتكرر في العمود، يعني الرقم تكرر فيه عند البحث عن أقل القيم في الصفوف وتكرر عند البحث عن أكبر قيم في الأعمدة. إذن
هو يمثل نقطة التلاقي. إذا نقطة التلاقي 8 وهي تمثل أيضا قيمة المباراة. هذه المباراة لصالح من؟ القيمة موجبة إذا هي لصالح المتنافس الموجود في الأصل.